ترتكز على ثلاث محاور رئيسية اللي هي سوق التجزئة، حيث مير تمتلك حاليا 120 منفذ للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا الذراع العقاري يدار عن طريق شركة مكاني، وهي شركة أيضا معروفة في مجال المولات والمولات المجتمعية. وأيضا المحور الثالث اللي هو التصنيع الغذائي. طبعا نحن اليوم نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في السوق المحلي اللي هو الإمارات، وأيضا نتطلع إلى التوسع في الدول الإقليمية وأيضا العالمية إن شاء الله على المدى المنظور. الدمج في علامات طبعا تجارية أجرينا فيها تحليل، وتم اختيار ثلاث علامات تجارية بعناية اللي هي أدكوب وأيضا سبار، وهي علامة تجارية أوروبية ودولية مملوكة لمير وكوبس.